أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسل دوالا واكا قرب لماي أعلن سيدة ميديا واكا قرب لماي أربعة خطبة حساسية نوصو سعودة فضلاً نلاتشوك حق حساسية أوركا للشباب أو صوباً ديغينيكي سو قرحية ورية عبد عسيس أفريكا كانسو جيدو بيلوين تمرصده مدحويني هوري صومالي الشيخ شريف شيخ أحمد وأفكا فورتيس لمركاسين الشيغي قابكا يدورو شوينك السعودان وامد عدالة درهاهي آنكوه الرأيك وحدة الشباب ياسر رسميه أصوب بندك تاي مقع أي بيشا وكسو جيدو ننكي فولي قرحي اسمي دامن تاها اللقود دلي اللهم نحريستي وريه عانكاها عبد عسيس محمد قوليد أفريكا ورباهنت الشباب ياسيد ديسي ورئيسي لغا قاضي ننكا كهر انتا أوسن فولين ويرر كاوحونا مقع عيسا كوشيغي عيسا عبدي عبدالله أوكو مقع دير عيسا مسكين ننكاني ايا ورئيسي كوشيغي انو كسو جيدو بيلوين تمرسلي غار اهان لفتا هبر محمد سيدو كلاوحو شيغي انو كرد الشاي ديگان كدير الأوكا ترسن ديگ مدع البور قبل كقل قدود دا ديسا ايو كوشيغي لباتان يتدو جير وحونا كوحداني كوصو بيري إساقو طوان يتدو سنة جير اهي إساقو او مركي هورا كاميد نوغدي قيب تجبه دا قار اهان كوا كدقا لما قبل كقل قدود كهر انتا اوسان اسكدي وانجلين قيب تا اسمي دامياش اهي نين كان ايا دماك ورايسيقا او بحيي وحو كلا دردار مي حاس كيسا إساقو او شيغي إن اي سمرتو إسلاماركاسنا اي ويل كيسا عبدالله كبر باريسو دين تا سي او إساقو او ديدو كوحدة الشباب ايا هوري او شيغتي مسؤولية دا قاريحي اسمي دا من تاها اي لغو ديلي عبد عسيس افريكا افايانك عيدان كا الشباب شيخ عبد عسيس ايا هوري او يري عبد عسيس افريكا ايا ان مدى اهي وحا كرة جوغي مجاهدين تا اساق الله هايستي دنبيا دوراهي او او كا غلي اسلام كا ايو ان او كلوغ لها ديلي لوغ استي رك مجاهدين اهي وحاو انتا سكودر ان ديلك افريكا اي الشباب اوغو ارقو دانيين حبنكا ترسن كوحدة او سيدا اي هذالكا او ديگين او ديكو دا كلوغ لها كواسي او كميدها حسن حنفي حاجي سيدا اي وربحين تا او ديگين سيكستوها اهاتي ننكي كدن بيي خارحي لغو ديلي عبد عسيس افريكا اي اي اروكا الشباب صوبان ديگين وحونا كسو جيدا بيلوين تمرسده دينا عكال الشيخ شريف شيخ احمد او اه قدومي هاميدوغا مشرحين تا معارض كا ايا ورسا حافدات اسكيساي كسو ساري دورشادة دولها شعبكا اساقا اوغو هرين سو دوويي بلاوغا دورشادة دولها شعبكا هاسي احاتي وحا او ولعكا موجيي سيدا ايكو بلاواتي دورشادة او دربا عباشا سو بحين هنانكا لو مامولا يا دورشادة وحا او شيغي اني كيني كرتو مورانكا دعا نتيجادة دورشادة هدان لا إلالين ده فرنان تا دورة شادا إيو حبراع اللوهي شيي أيو يريشيق شريف شيق أحمد وحا أوغو باقي قلها ودا تشيق قران إني حاليان تبشوي كصوب حيا أو أيكا قيب قاتان عب الشادا إيو ولا عالاقا موجين أيو هنانك لو مامول أيو دورة شوين كقران كا سيكا سبها آتي وحد مودامدو كمشرحين تمعارد كا إن أي أيغا سي قوني قوني أهي أسو ساريان ورسا حافظيت لنا عكلا مامول كقوبل كهيران أو سراكيش أمي صوم كلا هدلي أمنغا دورة شوين كقران كا قدومي قبل كهيران علي جايت عثمان قدومي كحيقينك أمنيك قبل كهيران أحمد عبد الله عثمان إنجي أيام أنت كلن لقاتي سراكيش عيد مدام الصوم يكوس سكان مجال البردويني كلن كأي واحد لو غرفة يي حالة قد أمنيك أيو سيدي لو سيد دردرجلين لها هولها أمنيك مجال ذا أيو سقط أمنيك قابها دور شوينك لو قبض دونه أي مجال البردويني مامل قبل كهيران أي دولة قبل كهير شمال واحد وجهد بدن كبيحين أي دور كيس مامل أي كشقين تأمنيك أيو حسيلوني قد أي قبل كهيران أيو أتكين تأمنيك goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan ayaa lagu yiri warka soo baxay maamulka gobolka Hiiraan magaalada Baldweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ka mid tahay goobaha sanadkan loo asteeyay inay ka dhacaan doorashooyinka golaha shacabka federaalka Soomaaliya fadlan dib u daa wararkeeni hore ee calansida media xog xasaasi ah faahfaahin ku saabsan qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya roblo oo ku dhawaaqay xaalad degdeg ah inuu galay dalka Soomaaliya aanku horeeyay qara xoog leh oo jugtiisa laga maqlayay qaybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa ka dhacay agagaarka warshadii hore ee caanaha iyo isbitaalka xoogga dalka ee magaalada Muqdisho qaraxa oo noociisa lagu sheegay miina la dhigay wadada dhinaceeda ayaa lala beegsaday gaadiid uu la socday sargaal lagu magacaabo Maxamed Daahir oo ka tirsan booliiska Soomaaliya sida ay xaqiijiyeen ilo dhanka ammaanka ah sargaalkii uu ahaa bartilmaameedka qaraxaasi ayaa ka badbaaday waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo ka mid ah ilaaladiisa sidoo kale xogta laga helay qaraxaasi waxay tilmaamaysaa in goobta uu ku dhintay wiil darawalka ahaa mooto bajaaj goobta maraysay xilliga uu qaraxa dhacayay waxaa gabi ahaanba la xiray waddadii aagga qaraxa uu ka dhacay islamarkaasina ciidamo aad u fara badan ayaa halkaasi isku gadaamay ayagoo halkaasi ka sameeyey baaritaano si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa qaraxyo noocan oo kale ah ka geystay gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho
dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku dhawaaqay inuu dalka galay xaalad bini aadinimo oo degdeg ah kadib shirkii golaha wasiirada ay yeesheen shalay Roble ayaa sheegay inuu go'aankaasi qaatay markii uu arkay warbixintii ay soo gudbiyeen guddiga uu dhawaan u saaray kiimaynta abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya waxa uu yiri maanta oo taariikhdu tahay 23ka bisha November kadib markaan dhageystay warbixintii ay soo diyaariyeen guddiga aan u magacaabay xaaladda abaaraha ee dalka taas oo muujisay inuu dalka ku sugan yahay xaalad adag oo ay keeneen abaaraha sidaa daraaddeed waxaan ku dhawaaqayaa inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bini aadinimo loona baahan yahay gurma degdeg ah gudaha dalka iyo dibadda ayuu yiri Roble Roble ayaa shacabka Soomaaliyeed culimada ganacsatada iyo beesha caalamka ugu baaqay in si degdeg ah loo garab istaago dadka ay abaaraha saameeyeen waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ganacsatada culimada qurba joogta beesha caalamka iyo saaxiibada Soomaaliyeed inay si mug leh uga qayb qaataan taakuleynta dadka ay abaaraha saameeyeen waana arrin degdeg ah waxaana rajaynayaa in si degdeg ah ugu soo gurmataan ayuu sii raaciyay hadalkiisa hadalka ka soo baxay Roble ayaa ku soo aadaya xilli ay abaaro adag ku dhufteen qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliya isla markaasina ay dhowaan dad gaajo ugu dhinteen gobolka Gedo dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa magaalada Muqdisho ku qaabilay ku xigeenka ergaga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya safiirka midowga Yurub iyo safiirka dowladda Ingiriiska Soomaaliya kulankan ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka gaar ahaan dardargelinta doorashada golaha shacabka amniga iyo mashaariicda madaxweynaha ayaa sheegay in dhowaan deegaanada Hirshabeelle ay ka bilaaban doonaan doorashooyinka golaha shacabka oo si daahfuran u qabsoomi doonta waxa uuna sheegay in muwaadiniinta musharaxiinta ahi fursad siman la siin doono madaxweynaha ayaa sidoo kale ka warbixiyey dhibaatooyinka abaaraha iyo fatahaadaha ee ku gadaaman deegaanada Hirshabeelle oo muhiim ay u tahay in laga caawiyo ka hortagga fatahaadaha ayuu yiri Master Guudlaabe laba saac iyo qadar daqiiqada ayaa qara xoogan oo jugtiisa inta badan laga maqlay degmooyinka magaalada Muqdisho ayaa wuxuu ka dhacay afaafka hore maqaayadda City oo ah maqaayad lagu caweeyo waxana la sheegay in si gaar ah loo bartilmaameystay Allah u naxariistay Cabdicaziis Afrika agaasimihii Radio Muqdisho oo markaasi gaarigiisa halkan ka soo baxayay waxana la sheegay in qof markaasi isku qarxiyay iyadoona jugta qaraxa markii halkan laga wada maqlay guud ahaanba ay ciidamada ammaanka ay soo wada gaareen waxana guud ahaanba halkan ay ahayd mid mar qura mashaqadu ay isbedeshay haddaba Qeyre Axmed Jaamac oo ka mid ahaa dadkii daqiiqado ka hor la casheenayay Allah u naxariistay Cabdicaziis Afrika agaasimihii Radio Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka iyo jawiga sida uu ahaa ka hor qaraxa inta uusan dhicin waxaana sidoo kale uu sheegay in qaraxa lala beegsada gaariga Cabdicaziis Afrika oo markaasi ay la saarnaayeen u wariyaal kale waxaan goobjoog ahaa ama dhacdadii naxdinta lahayd ee halkan ka dhacday maqaayadan oo lagu caweeyo oo dhalinyar ahaan ku caweynaynay isla waqtigaasina aan ku cashiinaynay ayaa waxaa hal mar isbedelay jawiga iyadoo mataqaanay waqtigaasi uu nala joogay oo dhalinyar wariyaala uu Cabdicaziis Allah u naxariista ka mid ahaa baabuurkiisuna guduhu ku jiray isla markii waxa dhacday in gaadhigii isagoo aan goobta ku wada cashaynayno inuu soo baxay oo gaadhigiisa keliya hoteelka ku jiray markuu naga soo baxay maqaayadda ayaa isla markiiba waxa isbedelay jawiga dhammaanta iyo dhulka ku daadanay isla daqiiqad ka bacdi markii aan bannaanka u soo baxnayna waxaan aragnay xaqiiqatan wax laga naxo oo ah baabuurkii gudaha nagula jiray inuu mataqaanay halkaasi uu ku qarxay ilaa iyo hadda sida shacabku ay noo sheegeen oo dadkii markaan anagu meesha aan u soo baxnay ma noo cadeynin waayo qarax wuxuu ka dhacay bannaanka anaguna gudaha ku jirnay waxna loo sheegay inuu qof dhibaatadaas geystay laakiin mataqaanaa xaqiiqatan wax ka dhalinyar ahaan aad calooshayada noo xanuuntay weeyaan aad baan uga xunnahay allahu naxariista wallaahi walaalkiyow runtii anigu waan argagaxnay anagoo dhalinyaraan meesha ku cashiininay naxdintii iyo shoorkiina qabsaday waan kala yaacnay telefoonadii meel baan kaga tagnay meeshii aan ku cashiinaynay indhahaygu keliya waxay qabanayeen markii aan soo baxay marxuum Cabdicaziis iyo nin kale oo la socdo Awaan Barrow lagu sheegay labadaa ninba mataqaanay dhaawac ahaan lagu qaaday markii dambena Allah u naxariisto miidiyahan ka arkay isagoo Cabdicaziis loo taxseenayo aad baan uga xumahay allaha u naxariisto aad baan uga xunahay haddaan dhalinyar ahaan nahay inkastoo geerida Cabdicaziis Afrika marka laga soo tago
رجع كلا إن يرضى أورياشة عارق الله صارنا أيهن كوا مركزي ده وعود اللقطة بيبيو متكم ده إسبتال ده مجلة ده مقدسه إذا مذا أمان كأي جودة هم بحال كان صوب ده في يضونا مركزي بريطانيا ديريا أي كوضين مقدسه أي أنت بدن مالبهان كيران أي قرحيدة سد توس كأهله وبك سد شخصيات كأي قرحيدة بابورت اللو أديك سد وحنا مدوين كان دم أهد مت أيامها نلاقي سنة جاي qaraxan ayaa aha qarax ka duwan qaraxyada kale magaalada Muqdisho maadaama uu ku baxay wari si aad ah looga yaqaan gudaha magaalada Muqdisho dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka.